بطل اللعب حلقة اللعب معاهم على حتة الأجناب وحتة الأطراف مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر. وبقول للمرة التانية وسط الملعب مهم، وسط الملعب إذا كان غالي أو وقت أحمد فتحي مع المحمدي مع عبد الشافي وأي لعيب من خط الدفاع، وخاصة هم الأمور الدفاع عندهم قليلة جدا. اللعب كمان على قلبين الدفاع نعم، بالنسبة وهذه المعزة لمنتخب يا كابتن. هي شعارهم يا كابتن، مش عارف هو قابلهم في المطار حاجات بمعزة. المفروض الحاجات دي دولي، لو ماتش دولي يعني المفروض ما يعني المراقب ما ينزلش الناس دي. كابتن حازم هيعملوا ايه المعزة؟ طيب اللحظة غريبة جدا يعني بص قدام المراقبين هيعملوا ايه المعزة؟ قدام الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي هيعمل ايه المعزة؟ ممكن تلعب اليوم معاهم يعني اللحظة دي اجواء افريقية يعني في الا من سايبينهم ينبسطوا في النهارده يعني بالنسبه لهم حدث هو عامه الماتش يعني المفروض ما